نصيب برحمتنا طلقا ينخننا نكون نمسيبنا من نشاء نمسع نكون نمسيبنا حق يوسف ولا نضيع بلا شنقون لفن بل ليسن أجر المحسنين جزا ورطوتو هجتيتي جزا ورطوحيدا وكذلك أكم نبي الله يوسف إخنا أمه قاتو لك أبين نبي مصر الرد شومنتي مكنا ليوسف أما يوسف مجيسين مصر خيثت يتبوأ منها مجيسين يتبوأ منها يسيران كبتا بكما فديسا كبتا يتني نصيب برحمتنا طرخين ينم فيني في غننا يوسف ولا نضيع أجر المحسنين جزا ورطلتو هجتو بلا شنقونو ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون إنما قاول ليوسف ربي انتهون وانقر قدوت كمتنا ربودوت الجراجة شودهم ربي ولأجر الآخرة أكسينو غلطان آخرت تقاتل نمتو سوجته غنوت خير انشالا للذين آمنوا والركيس دوبان طلس وكانوا يتقون غرب صداتو غنته الله ولأجر الآخرة أكفينوه قالت آخرة تعوفيت خير شعالة للذين آمنوا ممن توتع شعالة وكانوا يتبون خرب صداته انتهى هداية الآية آية نتقفان كجو فضيلة هدم النفس باتهامها بالنفس والتبصيرية لبو زيت كيس درجة رقبة باتهامها بالنفس قلت عن الرضا فياته والتقصير تلسم ما يعدني لبو في نماغت قدن درجة قبدي لما فى تحقيق الحكمة القائلة المرء مغبوغ تحت لسانه فحكمة جامسة دقون سوك يسجر تحقيق دقون سجر الحكمة القائلة حكمة دقت جامسة جامسة المرء مغبوغ تحت لسانه إلمنا ما الرب مساجة لطه تجر الرب مساجة يقيقى ساهما صدفة جواب ذكر المرشح للعمل كهزك السنات وناوه ولا يعد مو تذكية للنفس له أما صدفة جواب ذكر المرشح نمتشه ممودي مهوني دبة النبقى للعمل نمد لقاتك شوما مودي مهوني دبتو النبقى كإذك الصناعة الآل فتنم ما دلقافا أكت دلقنين بيخا أخجو خيوس وناويه إيه أما اللي ذاتنا نذنين قيسافا ولا يعد تذكية للنفس لبو في قلق الليس التيام امتلا نمنك سانونا بمي أنوان بتن بي نتنام بيخا تنافوتنا نار رافقا تجيشون من قبو جيش أغرفة فضيلة الإحسان في المعتقد والقول والعمل يا دانيل جاكانيل زلا دانيل صوتو هجتما درجة قبجة شرفة فضل الإيمان والتقوى إيمانا في أموه تدار ربي في الدرجة قد قبضي جاياني آية وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف أبلي النبي الله يوسف يوسف التدفا فدخلوا عليه مصر تجرة حسينا فعرفهم نبي الله يوسف نبلي ينكي يتبيه وهم له منكرون خمو إسان بين نيسلا تقذي بركون وجاء إخوة يوسف نبلي يوسف دفن بي كنعان رعرفن شام بك جامت كنعان بك شام كيس كنعان بك جامت رعرفن فدخلوا عليه يوسف رت مصر سينا فعرفهم يوسف بليا كيا بيخ وهم له منكرون علي ثانسا بيخنين جيشون فإن لم يعرفوه لتغييره بكبه بكبه السن لقدتيس وتغيير أواله دانيا تيمي إثان بين موين بيخلا دباو
ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين أكدت جاء أبارتني بأيب وبقى أبارتا كيس لك أن شمد ولما جهزهم أبوني بجرق الجيس وبليان ساقب الجيس بجهازهم جتنا موه قاسين تاني وجيوبوك الكيس قال يوسف النجين ايتوني بآخر لكم أب ليس غيثني الناغوطة من أبيكم أبا غيثني كتب أب ليينيها أب ليس غيثن كأبان تينا في دعاب اليامين إساق قافتي جلتنا إبدو التجين أباني نتكنعان الرانوس نيه إما النبيو تاتي على البيت أباني في جانين جين وبلجني في المعنى ايه تقوى ابانك ان ينور رجالة فايت نور تبرو سنق اباسنا امو ايسا براتيف نتوسنه جانيس وبادي جهن بي وبلجيس غيسن كابان وبلجنيسن كابان عن وبلجيس تهسن نافدا جهن الا ترون انگرتني غنو اني او اوفي الكيل ان سفرنا ما فين قوتا وانا خير المنزلين انت على نمان ما خيسن مرسوتي خيسن ماذا خزاري بوكي قال ترون انغرتني اني انا هنا اوفي الكيل سفري كذارت انما بوتا وانا خير المنزلين ان جعل نمنا بخيس ميسوتي نمنت غيس متيفي كان ابو قربابا يامين جامسنا في دعاجهم آية فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا فإن لم تأتوني به مجاسني يندهم بني بنيامين سني يندهم فلا كيل لكم عندي بلا شمني سني نفني بيخا يوني في أما شمني تبابي جرور الدنيا بوتو انجرت مصري سملي فإن لم تأتوني به مجاسني يندهم يندهم بنيامين سني فلا كيل لكم شمنين برد سنين افني بيخا ولا تغربون نتون دي اتني بيخا يا وزر يا علي هايا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا أبليا يوسف ورشم مدانك هنجان سنراود مين بربان أنه مجاسا زدورا أباه أبا سارا بربان أبوحنا النجان وإنا لفاعلون نفدوحنا نمدلين أنفس النجان قالوا جولين يتبليا يوسف سنراود قناني بربان أنا فيدو مجان سني تيجت أباه أبا سارا هسا نبذلو أمواج هذاناش دنديتي تيجني خاندنا أمم دندينيو في طلبه برباد مجان سني خيستي نعتا نعتي بي أمي تندفنت وإننا لفاعلون كما أخبرناك أكما سنجن نخنان نمكن نجاني وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون يقاني في مجانا مفدانا اتنام بوداي أما اسمع الجاني وقال لفتيانه كادموا وانساته يا يوسف انكني اجعلوا بضاعتهم عجتهم ضيطا بداعاتهم مالك وانساني ليسا مالك غجلو تيمي وانك بيساتين نغني اجعلوا بداعاتهم مالك وانساني ليسا في ريالهم دوني وانساني غيسات ليسا جين لعلهم يعرفونها مالك سنبيخ انساني دبا اذا انقلبوا الى آلهم قمق اندساني كانعاني سيوبانيه بيان مالك هنگل كنانا وزيبو انساني دبا تهاجان وقال لفتيانه كادم وانساتين النجي يوسف اجعلوا بضاعتهم مالك ثاني ريساتي في ريالهم دنيا لمتا تنغيس بطيس بيساناتي لعلهم يعرفون عبو أركم بيخون ثاني ربادا إذا انغلبوا إلى أهلهم قرب يساني شامس يوبو ديبيا لعلهم يرجعون مالك هنغل شنافوه ديبون ثاني نملاهي ندومر نملاجيه يدام سيكا دامي بوداي أمال مالك ثاني دنيا خيسة ديسة وقودة قني مالك دنيا يخلو نمو مالك نساء دنيا خيسة جيه اللاني رام فتنجني مالك ثاني ديبي سولو خمتا
هداية الآية آية نأكدو عجيب تدبير الله تعالى عجائب من كافة الإسكار ربي إذ رؤيا وظهورها كما عبرها كان تدبيرا لولاية يوسف الله إن أمو موتتخنا منام عجائبا قرسيسون نبي الله يوسف كهي خطهون إذن سنماز أفكما يوسف هي خطي أركمون خلاص كان تدبيرا لولاية يوسف موتما يوسف كان تلسكات ليجوخي الرأي ثم لمجيء إخوتي أماز أفكب بليين ساتي يطلبون الطعام فإن لمدى برباده بند ثانيتي ولتتم ما قبلتم توفي سلسلة الأهداف لك سلسلة وانت في العطية ترفجر فلا إله إلا الله ولا رب سواه نبي يما نبي الله يوسف دلحنا خيسة باتم الانتات لك أولا عندك الدربانه عندك الرابه ومن كنعاني يوتا وره قاتل مدين تقبته وره مدين سنفوته مصر قرقره مصر تقبرته زلي غافيني وان كيسة قتن قتني إيجتي أمات أمي جناتني غا أكتب أمو موت شمنام درسيسي منامت موت جساني تلسيرتا يوسف قده أبكم يوسف اتفسر أمات ته أمات أكتب يوسف فسر فنتهم أبليجن سات اللين كافن أمات الترفني أكتن الرقو تنخيذ باسي نبي جمع قده آيا فلما رجعوا لما صار أماتي حسن تدبير يوسف عليه السلام تلسكا يوسف بريدنا سنة غاغن للإتيان بأخيه أبلي يغيك في الدملي بن يامنك في الدملي جه تمهيدا للإتيان لا الفلسرة كلها أبلي دري بن يامن في الدملي جون تمهيدا لا حاسكا ثاني هند في دولاسك أبقيسو تدفع أثر الإيمان في السلوك إذا عرف يوسف أن إخوته لا يستحلون أكل مال بغير أكله على ما إيمان أن مقر في سماة عياني في السلوك فرائسان قبن كيفت إذا عرف يوسف إني بيخي وبلي ينساهني لا يستحلون أكل مال بغير أكله ورين من ياتني نبي خلاص فجعلت دراهيم أمو في ريال مالا قلاص وأنك ست مالا دنيا خيصة قيسونه وشني نبيو ذاتي ولي عرامينيات نبي غلا غير آلين ليرجعوا بها كنافي دنيس وما هم أخوهم الذي يريد حدارهم بن يامين سدنيت فنيخة هايا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا أبانوا في ديبيان إلى أبيهم قال أبا ثاني عبود التوقد بأنبياء كنعانس مولون جاء يا أبانا يا أبا خيني منع من الكيلو صفرن الرار أركمه جايتون شمن الرار أركمه فارسلمان آخانا أبليس خيني بنيامين نوجه إرقي نقتل جايتون شمن وإن الله لحافظون نويس في تيسائي جاني قافة يوسف قابارغاني جيراني فلما رجعوا بربي يشام ابوني في ديبي انبكا كنعانين كنعاني يوان تان الى ابيهم قال ابا ثاني عقوب التوقو ديبي ان قالوا نجايا ابا خيني منع من الكيلو شامن نران اركمه للمة في دو هندن دي يوني في بنيامين نقن ثماني جاني فارسل معنا اخانا بنيامين نوجن ارقي نغتلن شامن نيسا وجني وإن الله لحافظون نويسا سيتي ساهي يعني راجع قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال دوب نجين يا أبو بن هل آمنكم سنين منا عليه مجاهنا بن يامين سنك النط سنين منا إلا كما أمنتكم على أخيه أمنتنا أكا يوسف الرب أمنها أمنتي ديكي أمنتنا أكا يوسف الرب أمنها ملايس نتنا مناهنا منجان قال على أمنكم سنين منا يا جولتنا إيه عليه بنيامين سنك النور رب سنة منا إلا كما أمنتكم أكا نسنا منه أمنتنا أكا سنة منه ملايس
على أخيه أبليس بني من يوسف الرتي من قبل درجان فالله خير يا ربي تي تجعل حافظاتي ساتوت وهو أرحم الراحمين ربي الرسول أنا من ما تلوتي نفقا من الواجرات جندن دين يفور أفر رايا آخذركي آية ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ولما فتحوا أبغاني في بنت جولين أبغاني في بنن متاعهم جدون دوني أول ثاني أبو متاعيغا وجدوا بضاعتهم معلقة ثاني في ذلك ردت إليهم كما ثاني خدير فمتته أركا قالوا جولين أم ما هو جينهم تأجدت أبان يا أبانا يا أبا خيني ما نبغي مال بربان هذه بضاعتنا خنوهم معلقة خيني ردت إلينا كما خيني دير فمت ونمير أعلنا ورخ خيني من شمنا ونافض أخانا وبليس خيني بني أمير نتيسنا ونزداد كيل بعير فين قالات نيدان مجان ديم خنز قالات فهورة ما ديم عرقب الله ديم ذلك كيل يسير فين مجاخنا نتيدؤون موتي كمس لا قاتل موه عزيزي سنبرت جنين أما يوسف كان مقاسا عزيزي جنين سفر قاتل موه فين لافع ما البربان أيان الله ولما فتحوا متاعهم جدوا قال أفاني خان مودوني أول ثاني أبو أفاني خان ولما فتحوا متاعهم دنيا ثاني أبو أفاني خان وجدوا بضاعتهم معلقة ثاني أركن ردت إليهم كما ثاني خدر فمتته أركن قالوا جاء يا أبانا يا أبا خين ما نبغي مال تنوى في مال بربان نهولي هذه بضاعتنا خنوة بشات معلقة خين ردت إلينا كما خين أركنته يعني فأرسل معنا أخانا مجانو تدي نذهب به إلى مصر مصر لينا ونمير أهلنا ورخي نعمل شمنا ونافض أخانا مجانو تبني أمير وبليس خينا سيبتي سنا ونزاد كيل بعير فين قال لني دان لني ذرك كلان ديم ذلك كيل يسيري يعني لأن ملك المصري موت مصر لا يبيع للنفر الواحد إلا حمل بعير كلنا ما توقعت وقمنا لمن فيه لحاجة الناس إلى التعام وأننا منهم دنوا لمدد يعجبوا قامدة كيسة قال قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال دوب يعقوب النجئ إما ساخنا نجئ لن أرسله معكم مجافنا إسوى الجنين نرجو لن أرسله معكم إسوى الجنين نرجو حتى تؤتوني موثقا من الله بل لما ربي همنا غنتنت بل لما ربي همنا غنتنت سنتنكن لتأتنني به خيثا نعرفتنك قال يوسف يعقوب إني جاء جل ساتي نجاء لن أرسله معكم بني أمين كنيس وجه نرجو حتى تؤتوني موثقا من الله بل لما ربي أمنا سنتنين أخنتنك بل لما أمنا أبوتنك لتأتنني به مجاهنا أنك نعرفتنك مسريرا إلا أن يحاط بكم يوال أغني سنين قرم ملي يوال سنين مرفا ملي يا جل خيثني سنين مرت مليلا إلا أن يحاط بكم يوني فدم كملي جتشون يا جل خيثني سنين مرت مليلا فلما آتوه يعقوب يوضم أن موثقهم بلما ثاني خننان قال يعقوب النجي الله ربيت على ما نقول وأن يسوى الانجن الرت وكيل رقع هيا إساط الرت ملتا إسائر الرقع خدا جئے گیا جب آدھے دخلنے لئے بے شہیدن علیہ وآلیکم رب نافی سوا والانجن رب ربا ایفا شاد اللہ تعالی علا آدھ باللہ مسانی رب ربی ربا باسی اور بارا اما سریف گرم سریف ہو فرن گرم سریف آدھے مودا اوپا فرن اے حملت العاطفت الابوی علان رفتون هادا ابان المعارفتنی سمت رحمت هادا ابان المعارفتنی سمت رحمة إيماناتي سقط قال لهم دوبخنوني جئ مال جئ
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون حنوبك أبو إيمان ساهم أكنا ركن ركن إذار ركن سنين جاركو جاهاجاتا وفتاتا إراغرادة تبيت الآمي مالجئيني وقال يا بني يا إيمان كوجان لا تدخلوا جولين ساوهر من ميلاي لا تدخلوا إنساننا من باب واحد خربك أن لا تكانوا إنساننا إجنباتي سنبدي بها ودخلوا من أبواب متفرقة ولا أدادات إنسانا سملتني في خديثة ولين قبم ولا هم درقون من ريسي وما أغني عنكم جانا ما هو إسنر أن ديبسوا من الله فردي أجد فردي كأسدر ربي را من شيء واتقل قل أولا إنسانهم كن اللين فردي قدر ربين را واتك اسن الراندين سو امو اسن هلومه الانسينا ان لكم سرطو فردين انتان الا لله رب ملين اوان من فردي قدرتا عليه توكلت وان سر افقائي وعليه فيتوكل المتوكلون وره اركت اللين رب مرتها اركتوه يجعل اياب وقال يا بني يا المنكو لا تدخلوه لا تكان إنساننا آكي جاس دائسن انتوين ولا أدادات اندرانا سينا آجان وما أوني عنكم من الله من شيء سري رب بير قدر رب بير فردي رب بير ولا أولا انسانون كواتق اللين دير مستوبي خاجان إن حكم إلا لله سلطو فردين تربي ملنطاني يو اسم بيرو فنسك عليه توقلت وان سر إفكاي نمنوا على ذاته إركتون دنوا رب مرتا إركتون حيا يا آجي إنجي هداية آيات ترباطة من سرد الرافاتات إلى آيات إثبات ديمتي سورة يوسف جزئي كنا تدفع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من وأنما تسرق الرقبة تونس للوقاية منها بداسة نرات فمو ما اعتقادي أن ذلك لا يغني من الله شيئا سلطة أموت المنين تفمون كوني إيه قاتوا لكتاة رب غني ربي رواتا تندرهم سو بيخوك سلطة فردين كربي تي بيخوك أفرافة وجوب التوكل على الله تعالى وإمداء العمل الذي تعين وتغيظ أمر ما يحدث لله تعالى وجوب التوكل على الله تعالى ربنا تركته واجب وإمداء العمل درق على جيد دورتني بكان جونز واجب الذي تعين تعين وتغيظ أمر ما يحدث لله لك تنين تتكاو تركب أمري وانده رب تركب هايا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما في ولما دخلوا وقالوا لهم غير تقامسة ولما دخلوا جولين مصر ربك انت من ايسامرهم بقى ابان ثانية ججره لأولاتنين ابوس انت من ايسامرهم ابوهم بقى ابان ثانية عقوبين الراسين اجين ابوس انت ما كان يغني عنهم من الله من شيء ولأولا انسانهم سنفر دي ربي الراوان دي بسيسن قبل إلا هاجة تنقوب على تنقوب على دي بسيملي في نفس عقوب لبو يقوم كيسا كنت قداها قوما سنقفر رابوك سي لب مذاتي جئين جئين نمجئين ملي وانقو تيسن قبل جئين ولما دخلوا جولين ابوسين تبقى ابان سين اجئين ابوسين تولاد داداتي ما كان يغني عنهم من الله من شيء فري ربي رواتا قوان ديرو سنقفر إلا هاجة تنقون حقوق هذا تاتي ملي في نفس عقوب لبو يعقوب كيسا كنتي قضاها خبر رابوك سجئ جيتو وإنه أمو نبي الله يعقوب إنكني لذو علم أبابكم سببو
لما علمناه يا ربي وان نبرسيف نيجا جا وإنه نبي أبو بهم كني رضو علم أباب يطم فقد داراتي لما علمناه علم نبرسيف نيجا جا ولكن أكثر الناس يودون ما لا يعلمون إن بيغم بلد أنديت ربي هو كما أقدر عز وجل أكثر الناس لا يعلمون عن الله تعالى ودون ما رب رأم بيغن سبب الدين ربهم بيغن سبب وطومين ربهم بيغن جعل ربهم بيغن آلو ربهم بيغن وأبواب الوصول إلى مرضاته وأن جعل رب دينما بيسوسهم بيغن والوصول على رداه وأن جعل رب دينة تركمنين جائنهم بيغن آية ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون أما في الرتقى يوسف ما تاهموا في ديما ولما دخلوا جلين أبو سنت على يوسف يوسف الرتقى السنت آوى إليه أخاه أب ليس ساد مساني مطنس في مطنس جيش موانق أصبره ولما دخلوا كثيرون ولما دخلوا جولين أبو سنت على يوسف يوسف رت أبو سنت آوى إليه أخاه أب ليس ساكت تكت ضمه إليه أثناء الأكل وأثناء المبيت له وقونا تأتي ذلك ممتا وقوه الربا في ست متا سجد قال نجيني إني أنا أخوك أنا برب ليس عنك يوسف سنيجي سونا فلا تبتئس خطيات داوين يا داوين جين بما كانوا يعملون وانا أبليين كيهون سد لدنين في يا داوين يجي الله قال إني أنا أخوك أن أبليس غير يوسف بو فلا تبتئس يا داوين الرغة بما كانوا يعملون وانا مهو المام مسانو غير أبليين مسانو سد لدنين في يا داوين دوبهو فلما جهزهم بجهازهم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أصطنفي ورين ثاني في جبل الأرض فيها الله سبحانه أيوة فلما جهزهم أبو إسان دقيت زائن شدين قبوبا فلما جهزهم أبو إسان دقيت بجهازهم جتون فإن ثاني وجنباني فقدقيت جعل السقاية سقوط الامة عن سفر عن بيسه خيران اخيه دنيا وبليسا خيسة دويس ثم عزنا مؤذن للبان تقول للبي عجج يوسف للبي ايتها العير جين يا نقاتي نقاتي شام انكم لسارقون اثنتون اثنتون جيت للبي فلما جاء هذا هو بوزان قجيسه بجهازهم جتون فإن ثاني فهي بيغا جعل السقايا فقاتل سقود موتي خمي تذكي آتي بس سقود موتي خمي تذكي راتو سمخ الامت عن سفر عن دويس دونيا بني آمين كيسا دويس ثم أذن للم أماز كان مجي محن عن بيتو حقن قد ملين تاتو في ثم أذن للم أن تقل للم أيات والغير يانا داد يمس شامي إنكم لتاركون إذنبتو جين جولنا مريفت قالوا قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا نجندوا بجولين أبلي يوسف جان وأقبلوا عليهم فقرة تذكرة لنيت جان ماذا تفقدون ما زبدن جنجج قالوا دوبا يوسف قواري بألبي خنجان نفقد سواء الملك جان سقود موسيدا تمنا غنا دنيا نبا مواف تعاملا اما قوسو إسان أبرو لفظي مداريات فسنا غنا نبا مواف تعاملا قالوا نجا واقبلوا عليهم رقر قلني تبو ما دفدني يجاني قالوا دوبا نجاني نجي يوسفان رياس نفقد نبو تنجابر سواء الملك جان سبود موتی خمیتا دکیا خلمتا سفران نمنا آجا ولمن جا به نمیزن وفده حمل بعیر سین قالات نرجر وانا به زعیم جلال بانسا انا بخن وواسی یوسف گائی ولمن جا به نمسودتا فده
صدف حسن تدبير يوسف للبقاء على أخيه معه بعد ذهاب إخوته خلص كايوسف بريد نجا للبقاء على أخيه وبليس ساهم بفتح على الوجه بعد ذهاب إخوته وبليين دي من بودا هيا صدف أغرف مشروعيتي إيطاء المكافآت لمن يقوم بعمل معين وهي الجعالة في الفكية قالتنا ما غنون برباتشتا قالتنا ما غنون برباتشتا لمن يقوم نمد لقى مقالهم تتكى النابت وهي الجعالة جانين قالت جتشم وراها كاما برد شنفان أمو مشروعية الكفالة والكفيلة غارم مشروعية الكفالة وثم قواتيتهم خراب نما أما هو الكفيل واتيك غارم نسمى كفلا خوان الواتيك قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا دباب لي يوسف جان تالله جان ربك هنيتي لقد علمتم بيتي ورى مصر ما جئنا نتلبني بيتا لنفسد في الأرض بي مصر بل ليسو دج بل ليسو فندهني عنا فندهني بيتا وما كنا تاركين نسدل الله التودان في جاني حنة أبو مافون قبل جاني قالوا جولين جد تالله ربك هنه لقد علمتم بيتا يا غند مصر ما جئنا نتلبني بيتا لنفسد في الأرض حنان بي بل ليسو رافندهني بيتني وإنما جئنا للميرة شمد ما في دفنه وما كنا تاركين في يوم من الأيام تقانو تواتك هنه حتن تاني جاني دوبا قاتي ما جنگا ايقا ايجنون موت جامس ردنا لا مقالتهم دبي ثاني ديبي سورة ما جنگانو قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا نجاني ارجنون أمو عزيزينا ارجنون يوسف اتشي أثر الله بني جان فما جزاؤه قالني أموه سقود سنيمان إن كنتم كاذبين يوكي جبوتا تنتنفوني غيظا يوكي جبتا قالني سامال الله فأجاب الإخوة بما أخبر تعالى قالوا نجان فما جزاؤه قالني سامال قالني سقود موتي ما لا تهو إن كنتم كاذبين يكيبوا تاتا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين قالوا أبلي يوسف الجان جزاؤه قال أني سقود موتينا من وجد في رحله نوم دونيا تاخي ستركتن قبطن جنيك تنبيغي يوسف الدرانو سقود بنيا دونيا بنيا من كيف تيسي قالوا جان جزاؤه سكون قلن سكون موتينا موجود في راني نوم سكون نسون دونيا تاقي سعر كمي قبطني يعني فهو جزاؤه اسمان قلت ساتي اسمان بغطني يعني كذلك نجزي الظالمين أكث الأرقافون كذلك نجزي الظالمين جيش أكثمت الظالم قلت قلتنا جنسي وقولوا كذلك نجزي الظالمين أنسن في شريعتنا وهنا أخذ يوسف بنفسه يفتش أوعية إخوته بحثا عن الصواع وبدأ بأوعيتهم واحدا بعد واحد وآخر وآخر مو وعاء وعاء أخيه بنيامين دفع للتهمة أكذبت وكذلك لال أي أن السارق يسترق ببرغرما أي يملك بالسرقة لال قالوني جان جزاؤه قلن سقود موتي موجود في رعاني نوم سقود نسون دونيا تاقي سعركا فهو جزاؤه اسمان ببتني قبر قرتني يتجولي كذلك نجد الظالمين جولي تنجابر نطي شريعة عبداخينيا كيف يبين التوه نمواها في اسمان ببتني قبر قرتني جانين اقدد دوبي وزورت ذاتين دونيا تبتشو تسيني يدو بتشو خبن يامين تيزي تمهي خجولي تاني دور بتشي ادو بتشو كنا شك نيناب خمبن يامين بودا آني وقو خمبن يامين بنوه سبودا خيسا خطري أسكت سنوري أيين جوجي آيا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه
كذلك تدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فبدا ذوب نبي الله يوسف نيقل بأوعيتهم دنيا ونجلة نيقل قبل وعاية فيه دنيا بنيامين درالا أكن شكني فبدا نبي الله يوسف جمّر دنيا ونبليانيت جمّر دنيا بنيامين درالا ثم صار جهان سقود موتي باس من وعاية فيه دنيا بنيامين كي سائر أسباس أكد ربين كذلك أقوم هنا نبي الله يوسفين هكذا مو يسرنا له هذا الكيد الذي توصل فيه إلى أمر محمود كذلك أقوم نبي الله يوسفين أبلي تساقع طلق أبجون عرض حيلا سياسابات غنت كدنا ليوسف يوسف في السياسابات حيلا أبدابات حمالي في هنا نبقى طلق أنياتون ما كان يوسفين انتاني ليأخذ أخاه وبلي تذاب اليمين كان خنقا بنتاني في دين الملك أكا دين موتي رياني موتي مصر عجوت أكا دين ورساني في قبلات دين ورساني في حكم دين ورساني أكا جو نمشي هو آتك كهان تس نمشي مسوني قبر نمشي مسوني قبر مالا كذلك أكما خون يوسف إلى سياسة وبلي تبا سنتي كدنا ليوسف ويوسف شو مرافع سياسة ملا بافنه فيها ما كان يوسف من انتاني لياغد آغاه وبلي تسابا يامين قبر موقفتا انتاني في دين الملك اكفر دين دين موت ترياني جوت إلا أن يشاء الله رب ما سلم لنا حكم دين أباسات قبلي نرفع درجات كثيرات من نشاوجا نرفع ألفون درجات كثيرة مرتبة حدود ألفون نمفين يوسفان جري كراتي تمو إضافة تجيب نرفع درجات من نشاء جنة نرفع درجات كثيرة جشغل كما دلو عليه التنوين جنين مرتبة حدود ألفون نمفين يوسفان وفوق كل ذي علم عليم جشو بيخا هم دقبتوه خربه حجرا إلى أن ينتع العلم إلى الله تعالى فهو العليم جد يو بيخان المنامات خربه نبيوت جنين يو بيخان نبيوت خربه جبريل فجنين يو بيخان جبريل خربه ربي انتهت العلم علم بقتي جيسة جنين بيخا هم دقبتو خربه حجرا هداية الآية آية نتطفى مالجا جواب الحلف بالله تعالى للحاجة تزيل الجبيس ودعف حاجة رب انتغتهم بنا لما فا مشروعية دفع التهمة عن النفس البريئة شكي لا قاتل شكي دي بسهم قراب ولما لبوغ القل للرام جانغ القل لمره بن يامر ويوما عتيري صدفة معرفة حكم السرقة في شريعة يعقوب عليه السلام آيان نسيبه غنه حكمي هنّا شريعة يعقوب كيف تحكمي هنّا شريعة يوسف تحكمي هنّا حركم رون نمشم مواعات قبر قرم أورافة بيان حسن تدبير الله تعالى لأوليائه أكت ربين قبروتن سادية تسليج بريدين جيش شنافة بيان حكم سرقة في القانون المصري على عهد يوسف جا أما حكمي هنّا كينون أورا مصر عددتها كينون أورا مصر عددتي حكمين هنّا على عهد يوسف أضافة يوسف جيرو أكما تياكم سنة تنس صدا جعفة علوه مقام يوسف في العلم درجان نبي الله يوسف وطوثهما علمي غيثت فربفة تقرير قاعدة وفوق كل ذي علم عليم كن قاعدة لا بيغا هم تغربه خب الضجران كن قاعدة الدنيا والقيثة إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى حمدكم سيقام ربي جود الله سبحانه وتعالى داني في سنة محرن قبر ريشونا غالون جاندوبا بلي يوسف كن جاني يسرق يوسف قاتل بن يامينين كي يواهت يوارسو قد موتي خانة تيسة
فقد سرقه الله من قبل وبليس ذات اخوه اما انجرته اخاقي ذات راسنا مفوده جتبته ورساني درامي قال اما تفوده مسكين عيرو تريجان فاثر را يوسف ديبي ذات بيساني يوسف انهنك تيبده فينال سيلوب ذاته ستنك تيبده ولم يبدي آلهم ديبي ذات ملفنه قال هنوني جئيني انتم شرون سنتر رحمونا مكان اجيا هجي دلقاتي سنيت الرحمو هنندغت وبليس خيس انددت والله اعلم بما تصفون وانس انجت الرب النبيقا ايساني فافرها ديدي ساتف بيتنا يوسفين انكتي قد ولم يبدي آلهم ديدي ساتن ابتمولك قالني جئيني انتم اسمتوا يا ابلي يوسف انتم اسمتوا يا علماء يا عبوب جان شرنا مانا مكانا جياهو دي دلقاتي سنتوهما تكاو جيا درجاتي سنتوهما اين يرى قبلي سبريا من كندر وعادتن الرجان والله أعلم بما تسهون وانا ميتن جتن كان ربي نوني بيخا سنما وانين فوني فيذ ربي نوني بيخا لمتا وانين فوني مسكين عيرو فيذ ربي نوني بيخا حيثن اما عنا لقوي تنكن جان قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا دوما فلي يوسف كن يا أيها العزيز يعني يا موتي مصر عجيش مثل لي مصر عجيش أنا موتي قد إن له مجاهنا بن يامين كان أبا أباكر شيخا كبيرا جارت دلت جهنته فقد عدنا مكانه بكثات قوخين عمد سفر رائسن الرافتيس يعني إنا نراك من الموسنين داري ثور راس جرائي جاني الله قالوا نجاي يا أيها العزيز يا موتي مصر جيشو دكاو يا مثل لي قاتل رياني إي جيشو يا تجافت ما قاتل موتي قدانا إن له مجابا يامين كناب أبانا جير جارت قدا خانتي يعني فخذ آدنا مكانه بكثات وقوحين جنبت إنا نراك من الموسنين قارين ما توسقر مجافر عن وجه قديسي جانين دباه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال دبا يوسف إنجي معاذ الله ربيني ولما أن أخذ قمونتي إلا من وجدنا متاعنا عنده نما ميشاتين يتبد بلا أركن نملي نما بلا قبور ربيني ولم ناجا قال ما ذا الله ربيني ولميتي فما أن أخذ نتك أبورا تكاو قبرهم سورا إلا من وجدنا نما قرملي متاعنا سكودة غين جيسة برس إنا نتي إذا نبنا من قيا قمن وظالمون بيغان من ممين تاني أكنا جعاني فإذا أخذنا أبهون من لم يجد نما بدين دلجن ونترك أمو من جنا نما واحد ديبن فقد كنا بذلك ظالمين تاني وهذا ما لا نرضاه عنه تنسين ولا نوافق عليه خرط الله ولنقص من جين هداية الآية آية نكدو مشروعية الاعتذار عن الخطأ لا وقوة دمهم قرن أذري إمتني وتواتم قرابنا مع آسم ديبو في وانفكنا لما فا قد يضطر الحليم إلى أن يقول ما لم يكن يقوله لولا ما وجد به من السؤال قد يضطر الحليم نمني أبزات أمونيا ندر كما إلى أن يقول جدت ندر كما ما لم يكن يقوله وانصر الجنح لولا ما وجد به من سوء جيش ادو همتون اتركمو باتوان جنة او قدر کمن جاء اثباتونا هنو خاني جيسا نخان قالوا ما جان يوني فيات اللي او بلئيسا الدورة تيخان فارقة نيتم جان جيش دوغو آيا اموه صدفا مشروعية الاسترحام والاستعطاف لمن احتاج الى ذلك رجاء ان يرحم ويطفى عليه يجو رحمد وقاتل مو استرحام لا رحمد برباد قراب لما والاستعطاف نمارف الشفت قراب لما لمن احتاج الى ذلك غرسين ماجن رجاء رحلت رحمدنا قرمو قولو خجيليخ
حرمته تركيداني واخذ غيره بدلا منه اذ هذا من الظلم المحرم جيش انما نما بديك ابو ديسون عرام نما لقيا فولو لن عرام بكبه نما بديك ابوها مال الظلم جانتي جيش خلي آيا النهاية فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرجتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما سيأتوا أباني في جباتا وبلي يوسف منه بنيامين باسوا راكو جباتا خلصوا نجيا قدوا الانبهن مقوا الانبهن مريت أول مال كبيرهم قدان ثانية وذا غنجا متقنية ألم تعلموا بيتني في جرى حجر حنانا أن أباكم أبان كيس يعقوبين قد غضى عليكم موثقا من الله بل مربي سنرافون بيتني ومن قبل ما فرطتم في يوسف دون الله يوسف كي سوى وطنة برتني وجدتني بيتني فلن أبرأ الأرض عن مصر عن عندهم حتى يأذن لي أبي أما أبانك أيامنا قدين أيامك وإياكم الله لي ذكاوا أما ربي مجاهنا فاسو في الدين أقدس وهو خير الحاكمين ربي ربيعان ما في الدين قدوته إجا قدام قدام فلما سيأتوا أباني في جباتا منه بنياميني غنى يوسف أركابا سرى أبي جباتا خلصوا نجيا جولي يعقوب هندنوه قدو تقاهو مقاوى الجنين بان قرين قرين آتاو نامرين أخبابان قال كبيرهم قدان ثاني نجي يهودا خنجام ألم تعلموا إسنين بين يا أمت خننا أن أراكم أبان كيس يعقوبين قد غضى عليكم موثقا من الله بلما ربي غيث الرافون ان بيني مجاهنا دي بسورة لتأتنني به إلا أيها تجيغا بلما ربي غيث الرافون ان بيني ومن قبل أمو بديقة الأران تنام دلتين سببا من برجامين كنام دلتين ما فردتم في يوسف بديبا ليسا وسنة برتن بيتني يوسف كيفت فلن أبرأ الأرض عن مصر عن ديمو بلا قم كنعاني قم شام حتى يأذن لي أبي أبانك وأما فتاة أيامنا قد تقاون أيامك وإياكم الله لي ذكاو أما رب في الدين قد تمجاهنا باسي وهو خير الحاكمين رب الربيعان ما في الدين قد تيجيكنا دوغاهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين أبو قدام من جرحاننا كجي ارجعوا أبو ديبيا إلى أبيكم قراب باقي سيعقوا بي ديبيا قرشان ديبيا فقولوا جاني يا أبانا يا أباقين إن ابنك مجان كي قاتل قربان كي بني آمينين سرق سقود موتي هتي جان وما شهدنا أمون وقوة برنجر جهن جان انقر جان إلا بما علمنا وانبي أمة الرابين ملي وما كنا للغيب عافظين وان قنات نتفيسون تاني بيخون تاني كان وافورا ثلاثين نيوفون خاي ارجعوا إلى عبيكم قراب باقي سنديو يعقوبي ديبي آجين فقولوا أقول تنجاب باقين إنما لكم جان كبني آمينين كني سرق سقود موتي مثل آتياته جان وما شهدنا أن نسان برنجر جاني سنقرر إلا بما علمنا وانبي الرابين ملينياتها جان وما كنا للغيب حافظين وان قنا تزقان تبيغون تاني تيسون تاني سلا وان قنا خندرين تاني درانو مجاخين فون أبقنا جاني واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لسابقون واسأل القرية خنو قند مسراحنا اللي قافت جنين واسأل القرية قند مسراحنا اللي قافت التي كنا فيها خنف يسجرخنا عاصمة مسراتنا قافت واسأل القرية وأعلى القرية جيش ورا غندا مصر اخن غيس اجر الله غافن التي كنا فيها اخن كيس غيث ما لا اجر غن والعير نقاده شامل لغافن
التي أقبلنا فيها ما أعطيت إلى وجه قرم إسرانه وإننا لصادقون جسد النهانات مجاوهياتي خانتي نتدقوم ونادق إمنا كجب الرنكين جان مالا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم قال سوبا يعقوبين أبجو لنقا شام قيتهم تفنجي بل مال مجاوها تامي سولت لكم أنفسكم لبو غيثني فيني ميراي سيفني بريك أمرا هجيب راتا كتبت دلعبنكم يوسف صبري صبر جميل وفزغاري دان وفزغاري دانيسا عسى الله أم ربين لغا أياتياني نادفون دوبا بهم جميعا جولي سبينو سينو يهوزاني ذا چتك بريامني ذا چتك يوسفير كاشي جرامي قال ياقوب إن جبل مال مجاوان نما فوناني سولت لكم أنفسكم لبوخي سنيت وامتو دقى سني بريش دوبا أمتو لبوني سني بريش سنو سدل اجدني مجاوه هندو سنجا فصبر جميل صبري صبر جميل وفزغاري 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 عسى الله ربي اندقمو نادفو نسان اندى جولي سديني تنو نادفو إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم ربي كني ياخي ياخي بكي سان جرانيز بيخو الحكيم وقعي سخنته إسان النافذ الرقند إسان نافذ الرقند ديو وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كذيب وتولى عنهم جولي راشتك رقلك مجغلا وقال نجا يا أسوى يا عياده على يوسف ربو يوسف الرتجي وبيضت عيناه يا ربي اجيس على من أداته ادو يوسف بوي من الهدن يا در فهو كذيهم قاك في وجه نيلك انسير أرقتك يا عياده ايه أكتفي قاهون نغال أكتفي إنه هو العليم ربي نبا خياس عجا خياس بيخا حليمون أمه قاتل وقاتل حكيمون وقيسان نابا سورة دنده وتولانهم جولي دبتو رادر قلي سقال ثاني نديسي وقال يا أسوى يا جب خوجي دقاو يا ياد خوجي دقاو يا جبدو ياد خياجي على يوسف ونبو يوسف الرتي يا ياد خياجا وبيضت عيناه يا ربي نجيس على من نعدات يدو بويو ياد جج كيف غلب أمه بيادهما على سواتي ما جدت ومعنى هذا أنه فقد الأبصار إجاه نبي بما أصاب عينيه من البياد الدنجمع جفرة إجاه نبي فهو كذيم أكثي وجه ننموه فهو كذيم أكثي وجه يادو بوتتاخنس ممتلي من الهم والقرب جان فهو كذيم يادو ذلك انساخنس هداية الآية آية النوى النجدت مشروعية المناجاة للتشاور في الأمر الهام جا أمري نمان إبججبتو خيزتي قدو والإنباني والإنمرياتني أمري ثاني كابتون قرابة مانا لما فا مشروعية التذكير بالاستدامات والعهود والمحافظة على ذلك جا مشروعية التذكير وإيادة جيسون القرابة ما بالاستدامات الألقاء إيه القبسيس والعهود باللمل والمحافظة على ذلك تدفع قد يغلب الحياء على المؤمن فيمنعه من أمور هي خير له لا قد يغلب الحياء تكي خبجان نينجفت مؤمن الر خبجان نينجفت فيمنعه من أمور هي خير له أمري إسعف الرجل سران الأركتون ويوسفات أبرف مشروعية النسح وتزويد المنسوح له بما يقوله ويعمله جا وليادني ملا ولدهم برباتشسا نمشي مالنا ونين كنين كفيفة بما يقوله ويعمل وانجوسا اتز درجيخا شنفة جواب اتهام البريء لملابسات او تهمة سابقة جواب اتهام البريء نمنا قيادم شك لن ملا لملابسات يجون وانقاتو لفقاتو تكا او تهمة سابقة شك دبرتيجا جواب جواب إذار التأسف والهزن والشكوى لله تعالى جاء يا ذا ملسون إنك ملسون همنا قمرت بملسون بقى آه 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 آه
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. يقولون أمي سبيل جيوما جان قالوا نجان تالله ربك عني يا أبا خيني تفتأ هندهم تاج تذكر يوسف ويوسف دبطوا راندهم حتى تكون حربا تهماني في ذاته لدوات ديات أو تكون من الهالكين تكاو الرحلة كمر رحمتا تجيني وقدفت اللهم سمر بجاوبين قالوا جولين نجات تلائي رب كهنه تلتواتو عندهم تو تذكر يوسف ويوسف دبطو راندهم تو حتى تلبي أحرادا نمم دارياتا تاتو تدوارا تمنياتو أو تكون من الهالكين تكاو الرحلة رحمتا تو دوبا ديبي سيسو عربين وديسيني ديبي ساقوني ومالجين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال يا قوم إني جاين إنما أشكو أبو أن كنيني مثل بثي جبا يا دخي يا غنيني مثل وحزني أمو جنك يا دخي يا غنيني مثل إلى الله جم ربي تبر نمامي تيجين وأعلم من الله ما لا تعلمون أمو أن رب الرواني سنين بينين بيخا قنمو غلغلو قربان جولن ديان مت سي اندر کے ثانی والا نے جے نماز کو ابون کنینی مدو بس سی جبا یاد ہے یا غنینی مدو وہ حضری دان تو کما حضری نے رویا یاد ہے یا غنینی مدو رب متینی مدنا بس عمل رب روانے سنیں بینیں بے کا قربان کا کاو شروع کان جولے دیا غلغلا دنا منا دو سی بر نجی نہیں جان ہاں يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا بني يا جيل المرهم برجلوا يا المنكو إذا أبو ميديماتي فتحسسوا بربادا من يوسف ويوسفه في وأخيه وبليسسا بني أمي يهوذا غضب قضاه يخير يا بني يا المخو إذا بودهم أفضى السفو بربادا يوسف في بنيامين منا بربادا ولا تيأسوا هي جباتنا أمورتنا من روح الله رحمة ربي رهنر كالتنيان ميدهم رحمة أطل ربي رحمورتنا يوسف في بنيامين هنا بربادا إنه لا يأسوا هي جباتوا أمورت رحمة ربي إلا القوم الكافرون أمة كافر عملي کافر ماتی توڑی رکھو دن رامبانو وان تم دنر کن مجعا رامت رامورت نانر کتنی یا فلما دخلوا علیه قالوا یا ایو العزیز مسنا وآلنا الضر وجینا ببضاعة مزجات فاغفلنا الكیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. یاد جولین اما سکو یا انگار کب اللہ یا انیوار کب ابتنی تمہیں آن فلما دخلوا علیه یوسف رت ابو سینن قالوا نجان یا ایو العزیز یا موتی مصر آجان مستنا و آلنا نوخی و رخینیت بوئے او در روحن و میتنا باری نبوئے و جینا بی رضاعت مزجات انجا چو مالک بیستا تکاو فرنکا تینے دفنے یعنی مالک اومان بلنی شرف ما اندرو شرف ما یعنی فلما دخل والیه یوسف رت مصر حب سینن قالو جت جولن یا ایو العزیز یا موتی مصر آجان مسنا و آلنا نوخی و رخین یبوی تکاو تکے اوزن رجا چون میتان ابار نبوئے یعنی اباری نبوئے و جینا ستنون مصر فی بضاعت مالک ام مزجات انجا چون فرنکا ہمتے تکاو بیسا دراہم رجی امالک ہوتا مدفوع علا تبالو خنم دینا من رنکے بلنف فاؤنفلان الکیلا سئینا تکاو باتل سفرین وگوزی وتصدق علينا نمر صدقات سلام علينا خير خوابته مني إن الله ربي يجزي المتصدقين ور صدقات نقلتهم أي يصيبهم على إحسانهم ويجزيهم به خيرا نما قاتل صوت نمر في أولي أي قام لك أمام بالنفال أنك نما طلع عليها نمر صدقة نما وانا ما قل ربي خيري قلت نما قلت جافي ما لك مهما خنقي وانا قربر جاني هداية الآية آية نكجو شدة الحزن تعرض صاحبها للحرب للحرب أو الموت يعني جبان أبانا يعني جبان يعني همان
دون نما دي غدا كاونا مجيتاو لمفا تحرم شقوى لغير الله عز وجل نما رب انتين تدرارا رقوى همتني على نلون حرامي صدفا حرمة يأتي من الفرج عند الشدة والرحمة عند العذابية ايجا فرمات الرقالة رحمة ربي رأيجباتني مرتون وقجبات رحمة ربي رأمرتون حرام جزي عذابني جزي رحمة ربي رأمرتون نامتل ولي جاني مرتون حرام ابرفا جواز الشقوى اذا كان المراد بها الكشف عن الحال للإصلاح او العلاج كأن يقول المعتاج إني جائع أو عار مثلا وكان يقول المريض للطبيب أشكو ألما في بطني أو رأسي مثلا جيش تمنى بطعك